على كل حال، عبر الهاتف من غزة تنضم إلينا منى عوكل مرسلة إكسترا نيوز لتطلعنا على ما وصلت له عملية إعادة الإعمار. منى، أرحب بك إذن معنا في هذه الساعة من أحداث اليوم، وما لديك من تفاصيل فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من إعادة الإعمار في غزة؟ تفضلي. نعم، تحياتي لك نانسي وتحياتي لجميع المشاهدين. بالتأكيد تتواصل يعني عملية إعادة الإعمار بمصل الحراك الذي يعني بدأ منذ أشهر، وتحديدا المرحلة الثانية التي بدأت قبل أسبوع من الآن. تتواصل العملية التي بدأ يشعر معها المواطن الفلسطيني بأنه هذا الحلم بدأ يتجسد على الأراضي التي تم اقتطاعها لإنشاء المدن السكنية الثلاث في محافظات قطاع غزة المختلفة. عمليا اليوم ايضا كان هناك استمرار في تجهيز الاراضي التي سوف يتم العمل عليها، لان المساحات كبيره وواسعه وتحتاج الى وقت للتمهيد ولاعدادها. الجميل في الامر والذي يشعر به المختصون هو انه يعني هناك اهتمام شديد بادق التفاصيل وبان يتم تجهيز المنطقه وتوفير المعدات اللازمه يعني دقة شديدة كي يتم العمل على كل مرحلة من المراحل بحرفية عالية ودون أن يكون هناك أي إشكاليات. عمليا خلال اليومين الماضيين كان هناك يعني ربما ظروف أو أحوال جوية، أمطار وغير ذلك، الأمر الذي ربما كشف بعض العيوب في البنى التحتية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وهذا أيضا ساعد الفريق الهندسي المصري في الاطلاع أكثر على البنية التحتية في قطاع غزة، الأمر الذي أيضا يساهم في تحسين العملية وتحسين تطوير إعادة تأهيل الطرقات التي تم الحديث عنها منذ فترة من الآن. عمليا أيضا يعني تم الإعلان أو وصل الوفد الطبي المصري قطاع غزة قبل وقت قليل من الآن. يعني هذا الوفد سوف يعني أو يحتوي عدد من اختصاصات جراحة عامة وجراحة عظام، بالإضافة إلى ايضا جراحه قلب، وهي تخصصات نادره في محافظات قطاع غزه، وخصوصا هنا نتحدث عن انه يعني خلال السنوات الماضيه كان هناك ضعف وشح في عدد الاطباء الذين ياتون الى قطاع غزه لمعاينه الاطباء او اجراء عمليات جراحيه مهمه او خطيره او حتى كبرى. عاده يتم نقل المرضى الى خارج قطاع غزه، لذا يعني ينتظر اهالي القطاع هذه الخطوه، بدء هذه العمليات والمعاينات بفارغ الصبر، بالاضافه الى انه ايضا ممثلي وزاره الصحه يعني ايضا يتحدثون عن انه هناك خطط كبيره جدا توضع الان لبدء العمل فيما يتعلق بالنطاق الصحي. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل. مراسله اكسترا نيوز في غزه منى عوكل، كنت ضيفتي عبر الهاتف، او كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.